إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما عاقبت من عصى الله فيك بأحسن من أن تطيع الله فيه. ما عاقبت من عصى الله فيك بأحسن من أن تطيع الله سبحانه وتعالى فيه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه said this golden statement that you cannot punish a person who disobeyed Allah subhanahu wa ta'ala when he harmed you or when he inflicted the harm on you. You cannot punish him with anything better than to retaliate with something good, that it is an obedience of Allah subhanahu wa ta'ala. يعني احنا نعرف ان الله سبحانه وتعالى قال: وجزاء سيئة سيئة مثله. That you have the right to get back at the person. But الله سبحانه وتعالى قال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. يعني القصد في الكلام ان احنا يا اخوان نتعامل مع الله سبحانه وتعالى. وهذا الفرق الشاسع، أن الإنسان يستوعب عندما يقول الله سبحانه وتعالى شيء أو الرسول صلى الله عليه وسلم: وأنت في المنطق ترى خلاف ذلك أو تتقبل على مضض. هاي مشكلة كبيرة. يعني امبارح بحكي مع أخ، قبل ما أحكي بقول له: شو رأيك؟ قال لي كذا وكذا. قلت له: لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك كذا وكذا، شو هلا أمان؟ يعني بس، يعني بس. قلت له: فيش بس، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك هيك. أخذت 4-5 مرات رايح راجع لحتى تدخل معنا هذا الأمر واحد. When we deal with one another and as believers, we should reflect on the commands of Allah subhanahu wa ta'ala, His Messenger. There is no room for you to say, I think, or maybe, or even accept it while deep inside not really accepting it. شوف: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هاي هو الشرط. يحكموك، يعني يقبل حكم الله سبحانه وتعالى. حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في صدورهم حرجا مما قضيت، مهما كان القضاء لك ولا ضدك، مسلم 100%. شوف: ويسلم التسليم. And when you differ with someone, you're not a true believer unless you make Allah subhanahu wa ta'ala, His Messenger, a judge between you and the person you're disagreeing with. Let's take the common one: divorce. How many submit to that? حالات الطلاق، كم بيوافق يذهب لتحكيم إسلامي؟ قليل جدا. واللي بيذهب ما بيطبق الآية. أول شيء تقبل حكم الله سبحانه وتعالى، ثاني شيء ما تجد في صدرك حرج، يعني راضي، ما في عندك إشكالية، لكن بس ما هو، لكن فيش احتمالات. You don't have any doubt. ويسلم تسليما، يعني 100% you submit. لكن سبحان الله، عند الخلافات
بننسى الله سبحانه وتعالى، بننسى الرسول، بننسى الدين صلى الله عليه وسلم. وهذا مش صفات المؤمن. When you differ, that's when you want to reflect your faith and reflect your love to Allah subhanahu wa ta'ala, His messenger. Not now, you are living fine and everything is going cool and yes, I will. You probably even look down at people who don't do that. But when the problem comes to you, you become one of them. Sad, yeah, this is a time. But look, Umar ibn Khattab, من أين أتى في هذه المقولة؟ ما عاقب أو ما عاقبت أحدا عصى الله فيك بأحسن من أن تطيع الله فيك. أخذها من قول الله سبحانه وتعالى ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أنا لو أجي أقول لأخونا معاذ إذا أنت بتسامح اللي مختلف معاه بصير صاحبك، شو أخ معاذ راح يقول لي؟ بزمانات هذا يا شيخ، هلا لا هلا بسهل لك. وساعات كنتم مبسوطين إلا رؤوف شيخ مصدق. صحيح، لكن أنت هلا في هذا الكلام صحيح للرب في الأرض الواقع إنه مظبوط، قليل ما يستوعب وقليل ما يرضى منك هاي المعاملة، لكن أنت تتلو كلام قول الله سبحانه وتعالى، تتلو قول الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى اللي بيقول لك فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، مش أنا، الله سبحانه وتعالى غصب عنك بده يكون ولي حميم، وغصب عنك الله سبحانه وتعالى صادق. وإحنا الكاذبين أو اللي شاكين. ولمعلومات أي وقت الله سبحانه وتعالى بيعطي حكم شرعي هذا يكون ينطبق على الأغلبية، يعني اللي أنت شايفهم كل الناس شباب وعدد قليل، لكن إحنا شو طبيعتنا؟ شو طبيعتنا؟ بتشوف لك حالة أو حالتين بتكون الدنيا خربت. يا ما بتسمع هذا الكلام. As believers, most of the time when we see something goes wrong, a person did something bad, or maybe one or two, we conclude that everybody, we say everybody is like that. Everybody doesn't pray. Everybody doesn't forgive. It's not everybody. When Allah subhanahu wa ta'ala decrees something or commands you to do something, that means the majority of the people do it. When someone treats you bad, Allah subhanahu wa ta'ala يقول encouraging you, treat him good, retaliate with good. He will be your friend. He will be your friend through your nose, whether you believe it or not, whether you think he's a devil or not, he will be your friend. And if he's not, it will be one of those exceptions. You got the reward and you got the support of Allah subhanahu wa ta'ala. This is more success and more win for you than retaliating with evil. So, what's the message? شو علي رضي الله عنه قال شتم رجل فقال رضي الله عنه لولا يوم القيامة لأجبتك. نفس المعنى نفس الكلام، يعني انت عصيت الله سبحانه وتعالى فيك مش راح اعصي الله سبحانه وتعالى فيك. فسكوت عدم رد عليه هو دفع بالتي هي أحسن. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم فهموا الدين وطبقوا الدين، ولذلك كانوا خير القرون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فاحرصوا على طاعة الله سبحانه وتعالى وتقديم أوامر الله. Make sure that you always adhere to the commands of Allah سبحانه وتعالى. That's how the companions understood the text of the Quran and the Sunnah.
applied it, and that's why they were the best of the generations. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the guidance and help us adhere to their footsteps. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.